في مدينة الأصدقاء شاركنا المرح والهنا، الكل هنا طيب ودود سعيد مرحب، على الأرض وفي السماء الوجوه باسمة تحب العطاء. سيارة الإطفاء شرارة وسيارة الشرطة شهاد، دائما على استعداد لعون من أراد. ترقبوا صفارة مسعفة وها هي سرابه رفرفة، في الليل والنهار منقذانا من الأخطار، أهلا بكم في مدينة الأصدقاء. لا أعلم من أين يأتي كل هذا. ماذا؟ هناك الكثير من الرسائل. نعم، وعلي أن أحمل حقيبة إضافية، فجيرامي لا يتسع لها. يتراسل الناس كثيرا هذه الأيام، ويترتب علي حمل حقيبة كبيرة كهذه. انظر إليها، اسمعي، إنها كبيرة جدا. لحظة، وعلي أن أسلم كل ما فيها اليوم. هذا متعب جدا يا صديقي. اسمعي بنان، لدينا حالة طارئة. نتكلم لاحقا يا درة. ما هي المشكلة يا لينا؟ لا شيء خطر، انزلق العمدة بالصابون وأصيب بخدوش طفيفة. البريد! أوه. درة، لا تفعلي هذا. أنا آسفة حقا، ولكن علي أن أوزع الكثير من الرسائل اليوم، ولهذا أصرخ بصوت عال. لنرى، أحمل بعض الرسائل لدهشان و... أين حقيبتي الإضافية؟ لقد اختفت حقيبتي، لابد أن أحدا سرقها. النجدة، لقد سرقت، لقد سرقت حقيبة البريد. هل أنت متأكدة؟ بالطبع أنا متأكدة يا سيد نبهان، كنت أوزع البريد وأنا أحملها، وعندما وصلت إلى محطة الإطفاء اختفت، لابد أن أحدا سرقها. هناك الكثير من الطرود المهمة فيها، ويجب على ساهر فتش عن الحقيبة. حاضر سيدي. لنرى الآن، أريدك أن تخبريني وبدقة عن تحركاتك اليوم حتى أتمكن من جمع المعطيات. حسنا، استيقظت في حوالي 6:30 وكنت مرتدية منامتي الوردية المنقطة. نهضت من الفراش من الجهة اليمنى على غير عادتي، فتذكرت أنني وضعت خفي المريحة والرائعة هناك في الليلة الماضية، ثم ذهبت لأنظف أسناني، وأخيرا أتيت إلى هنا، وها أنا ذا. وأريدك أن تجد اللص لكي ينال جزاءه. هل سمعتني يا ساهر؟ هيا يا دحروج لنعثر على تلك الحقيبة المفقودة. علي أن أحل مشكلة صفارة الإنذار. مرحبا راجي، منى. ماذا تحملان؟ بعض الحلوى، سنأخذها إلى مركز الشرطة. رائع، هل يمكنني أخذ قطعة؟ كلا، إنها من أجل نبهان وفريقه. إذن هل يمكنني أن أوصلها معكما؟ أجل، بالطبع يا جزر. رائع، فأنا بارع في توصيل الطلبات. ثم توقفت عند المستشفى. كانت منشغلة بالثرثرة فنسيتها. علينا إعادتها إليها، قد يكون فيها رسائل مهمة. بنان، أمسكت بك متلبساً، إن سرقة البريد جريمة يعاقب عليها القانون. ماذا؟ لا تنكر يا بنان، لقد أخبرتني درة كل شيء عن سرقة حقيبتها البريدية. هل فقدت عقلك يا ساهر؟ أنا لم أسرقها، تركت درة حقيبتها هنا سهواً. ماذا؟ نسيت الحقيبة سهواً؟ حسناً، والآن من الأفضل أن أعيدها لها إذن. وأنا آسف يا بنان، لقد ذهبت في شكي بعيداً. ما ألذها، أمكما هي أفضل من يصنع الحلوى. تقرير العمل الخاص بساهر، حل لغز الحقيبة
وأقفلت القضية. ساهر، هل أستطيع الذهاب في جولة على الدحرج؟ أنا أفضل متزلج في المدينة، أو لكنت كذلك لو كان لدي مزلجة. اسمح لي من فضلك. نعم، ولكن ليس الآن يا جزر. ومتى إذن؟ حسناً، أولاً علي أن أعيد الحقيبة إلى درة، وبعدها سنرى. أراكم لاحقاً. درة، عثرت على حقيبتك الضائعة. يا للروعة، أنت بطل يا ساهر. تعال وأخبرني القصة بالتفصيل. هيا أدخل يا بطل. علي أن أتعلم التصفير، وعندما أتقنه سأصبح أفضل مصفر في مدينة الأصدقاء. دحرج، كيف حالك؟ ساهر، ساهر، ليس هنا. لا أظن أنه سيمانع إن أخذتك في جولة صغيرة. الشرطي ساهر، لقد أديت عملك على أكمل وجه. تهاني. حسنا، لا أستطيع البقاء لإكمال الحديث، فعندي الكثير من العمل. دحرج، لقد اختفى، أحدهم سرقه. اتصلوا بالشرطة. أنت شرطي يا ساهر؟ نعم، هذا صحيح. توقف أيها اللص. أيا كن، دحرج، دحرج. شرارة، توقف، أحدهم يطلب النجدة. يا إلهي، ماذا هناك يا فلفلة؟ تعرض جزر إلى حادث. دحرج، دحرج. ساهر، لما تصرخ؟ ما المشكلة؟ إنه دحرج يا راجي، لقد اختفى. أعتقد أن أحدا ما سرقه. حالته ليست سيئة، بعض الكدمات والخدوش الطفيفة. حقا؟ لن أموت إذن؟ كلا، ستكون بخير، لكننا سنأخذك إلى المستشفى لنعطيك بعض المضادات الحيوية. حسنا. راجي، منى، هل يمكنكما إخبار والدي جزر أنه تعرض إلى حادث بسيط؟ لا شيء يدعو للقلق، سندخله المستشفى لمعالجة جروحه. سنخبرهما. هل جزر بخير؟ نعم، إنه كذلك ونشيط كعادته. أتعلمون؟ كانت قيادة المزلجة فكرة. لقد قررت أن أصبح أفضل مصفر في مدينة الأصدقاء عندما أكبر. أجل. عن أي مزلجة تتكلم؟ أنت من أخذ دحرج، أليس كذلك؟ جزر؟ أجل، ولكن قال ساهر إن في إمكاني قيادته نوعاً ما. حسناً، كيف لي أن أعلم أن دحرج سينطلق بي في اتجاه الأجمة؟ لقد بحثت عنه في كل مكان، لا أعتقد أنني سأرى دحرج مرة أخرى. دحرج؟ وعندما أخبرنا أين تركه لم نستغرق وقتاً طويلاً حتى وجدناه. أحسنتما، هل تعلمان؟ يجب أن نعينكما عميلين سريين على هذا. هل يمكنني أن أصبح عميلاً سرياً أيضاً؟ ربما، عندما تتعلم ألا تأخذ أشياء تخص الآخرين. أجل، فهمت. أنا آسف جداً يا ساهر، وسامحني يا دحرج. وجدتها، سأصبح مصفراً سرياً بدلاً من ذلك. أجل.
صباح الخير. أهلا سيد نبهان. المشروب المعتاد. كوب من القهوة لو سمحت. حسنا، هل لي بخدمة؟ بكل سرور يا نبهان، تكلم. سنجري اليوم تدريبات خاصة لاختبار مدى استعداد وحدات الإنقاذ. شكرا لك. والمشكلة هي أنه لا وقت لإعداد الغداء. هذه ليست مشكلة، سنرسل لكم الشطائر. نعم، اعتمد علينا. رائع، ها قد حلت المشكلة. أشكركما بالنيابة عن الجميع. أراكم لاحقا. وداعا. وداعا. أبي، يمكننا إيصال الطعام على دراجتينا. هذا صحيح، اسمح لنا أرجوك. حسنا، إنها فكرة رائعة. إلى جميع وحدات الإنقاذ، هل تسمعونني؟ هنا فريق الإسعاف، نحن نسمعك. هنا ساهر، أسمعك يا نبهان. فريق الإطفاء، نسمعك بوضوح. حسناً، المهمة التي ستنفذونها تدريبية، ولكن عليكم التظاهر بأنها حقيقية. أريد أنا ودهشان أن نرى كيف ستعملون عليها بشكل جماعي. كونوا مستعدين. حسناً، المحطة الأولى هي مركز الإطفاء. ضع الخوذة يا شقيقتي. لا حاجة إليها، فالمكان قريب. حتى لو كان على بعد خطوتين فقط، يجب عليك وضع الخوذة. إنها تجعلني أبدو سخيفة. نبهان، نحن مستعدون. شكراً دهشان. إلى جميع وحدات الإنقاذ، حالة طارئة، شب حريق في المنزل المهجور وسط المدينة، توجهوا إلى هناك حالاً. هيا بنا يا دحروج، لنكن أول الواصلين. يا منى، ضعي خوذتك. لا، لا أريد أن أفعل ذلك. هيا الآن، علينا أن نوصل الطعام. لكن يا منى. كفاك يا راجي، سأقود بحذر، أعدك. حسنا. عمل جيد يا فلفلة. أحسنتم جميعاً. انظر إلى فارع، إنه ينتظر وصول الطعام. بل إنه يرى إن كان ثمة حريق قد اندلع. فارع، مرحبا فارع. منى، لن يستطيع سماعك، وانتبه إلى الطريق من فضلك. توقف عن هذا، أنا منتبهة. سيد نبهان، هنا فارع. تعرضت منى إلى حادث على دراجتها. أرسل لينا لاستطلاع الأمر. حسناً، سأفعل حالاً. إنه مجرد خدش بسيط، لكن كان يمكن أن تؤذي رأسك. لما لا تضعين خوذتك؟ لأنني أكرهها. حسناً. من لينا إلى ساهر، أجب. أحتاج إلى مساعدتك في أمر هام. منى تأبى ارتداء خوذة الأمان. لا تقلقي يا لينا، سأحل المشكلة. يمكنك الاعتماد على الشرطي الذكي ساهر دائما. ها قد أتى ساهر. هل وصفته لي يا منى؟ إنه طويل. و مرحبا يا حاملي الطعام. وهو ظريف. أجل، هذا صحيح، والأهم هو أنه يضع خوذته دائماً عندما يقود دحروج. صحيح يا ساهر؟ بالتأكيد، دائماً. أنت أيضاً، عليك وضع الخوذة دائماً. لكنني أبدو سخيفة فيها. وأنا كذلك.
ولكنني لا أهتم لأنها تحميني. أنا أعتقد أنك تبدو ظريفاً فيها. حقاً؟ شكراً لك. خطرت لي فكرة، ما رأيك أن نعقد صفقة؟ صفقة؟ اسمعي، إذا وافقت على وضع الخوذة طوال اليوم سأكافئك. قرري الآن. تعني أنه خيارها؟ نعم، لكن رأيي هو أن عليها وضعها بشكل دائم. ماذا قررت يا منى؟ حسناً، سأضعها، اتفقنا. هذا جيد، أراك لاحقاً. حسناً، وداعاً، شكراً. العفو، ما هي خطتك يا ساهر؟ ستعرفين لاحقاً، لا داعي للقلق أبداً، دعي الأمر لساهر. هنا ساهر، أجب يا بنان. فكرة رائعة، سنفعل بالتأكيد، لا تنسى إخبار فلولا. أجل يا ساهر، سنفعل. مرحبا شرارة، لقد أحضرنا الطعام. هذا جيد، فالجميع يتضورون جوعا. هل وصلت الشطائر؟ أجل، تفضل. رائع، شكرا لكما. هيا يا منى. مهلا، لحظة، لا تذهبا الآن، لدينا شيء من أجلكما، صحيح يا نادر؟ بكل تأكيد، تفضلا. هاتان الشارتان لكما، فأنتما ستكونان فريق الإطعام الخاص بطاقم الإطفاء. واو، شكرا، أين سنلصقهما؟ على خوذتيكما بالطبع. لم أحصل على شارة خاصة من قبل. أنتما تستحقانها. شكرا لكم جميعا، إلى اللقاء. وداعا. من فلفلة إلى بنان، سيصل الولدان إليك قريبا. علم، نحن جاهزون. مرحبا، كنا في انتظاركما. شكرا راجي، تفضلا، ضعا هاتين الشارتين على خوذتيكما لتكونا فريق الإطعام الخاص بطاقم الإسعاف. رائع، شكرا لك يا بنان. نعم، شكرا جميعا، تبدوان رائعين. شكرا لينا، استمتعوا بالطعام. وداعا. إلى ساهر، كن مستعدا، إنهما قادمين. علم يا بنان، شكرا. ها قد وصل الطعام أخيرا. شكرا جزيلا لكما، حان دورك يا ساهر. تفضلا، ضعا هاتين الشارتين لتكونا فريق الإطعام الخاص بمركز الشرطة. مدهش، لا أصدق، لقد أصبح لدي 3 شارات. شكرا. وداعا. إلى اللقاء. ودا بحذر. وداعا. أحسنت يا ساهر، أصبحت منى تحب خوذتها، وهذا كله بفضل خطتك الذكية. والآن لن تخلعي خوذتك أبداً. في الحقيقة صرت أحبها الآن، إنها تبدو مدهشة. أتعلم شيئاً؟ علي اعتمارها دوماً لأنها تبقيني سالمة. ما دام ساهر بالقرب منا فلا داعي للقلق أبداً. ماذا عن فنجان للقهوة؟ لا، فالزرافات لا تشرب القهوة يا فلفلة. نظارات شمسية؟ دمية؟ أم كرة؟ لا أعتقد أننا سنجد شيئاً مناسباً كهدية لها. نظم حفلة على شرفها ولتجعلها مفاجأة. نعم، ولكن هذا لا يلغي مشروع الهدية. استشري الأصدقاء عندما تدعوهم إلى الحفلة، قد يساعدك أحدهم في اختيار الهدية. فكرة جيدة. ماذا تنتظر؟ سأطلب من دهشان إجازة ليوم واحد وأذهب لدعوة الجميع. رائع، وأخيراً أنهيته. انظر ماذا صنعت يا دحروج، إنه محرك النفاث، والآن ستنطلق بسرعة أكبر من ذي قبل يا صديقي. بالطبع تستطيع الحصول على إجازة. شكراً جزيلاً، وداعاً.
أشعر بالسوء لأنني لم أستطع مساعدة فارع. لقد حاولت يا فلفلة. أجل. وجدتها. سأكسو المحطة بحلة جديدة تناسب الحفلة. هذا ما سأفعله. سأنظف المحطة بأكملها. سأجعلها تبدو مشرقة ومتلألئة. فكرة رائعة. سنفاجئها بحفلة؟ أخفض صوتك وإلا أفسدت المفاجأة. والآن أريدكما أن تساعداني في اختيار هدية مناسبة لها. حسناً، ما رأيك أن نهديها وشاحاً صوفياً دافئاً؟ أجل، يا لها من فكرة مدهشة يا منى. لكن هناك مشكلة، أين سنعثر على وشاح طويل يناسب رقبتها؟ إذا أعطاك كل واحد منا وشاحاً يمكنك خياطتها معاً يا فارع. انتظر قليلاً يا صاح. إلى أين هو ذاهب؟ سنجمع الأوشحة في هذه. أجل. هل تعلمان؟ عليكما المشاركة في مسابقة الأفكار اللامعة. هيا لنبدأ جمع الأوشحة. مرحبا. المدخنة متسخة جدا. ارفعني قليلا يا شرارة. حسنا يا فلفلة. عندما نستدعى إلى أي طارئ سيكون دحرج السريع وساهر الرائع هما الثنائي الأسرع في المدينة كلها. هيا يا صاح لننطلق إلى اللانهائية وما بعدها. آمل ألا أكون قد بلغت بعض الشيء. كن حذرا. إن هذا أطول وشاح رأيته في حياتي كلها. أجل، وهو متعدد الألوان أيضاً. علي أن أشكر أمك على خياطته. يا إلهي كم ستفرح فارعة بهذا الوشاح. ماذا الصوت؟ ماذا؟ ساهر؟ رباه. كم أنا محظوظ. ولكن كيف سأنزل؟ ما الذي حصل؟ لست أدري. أظن أن الأمر يتعلق بساهر. جزر لا تخف. أخشى أنني لن أصمد. سنطلب النجدة. نعم أرجوكم وبسرعة، فأنا لا أحب المرتفعات. فارع استدعي شرارة. حسنا. بسرعة. حاول ألا تتحرك، سننزلك قريبا. أرجو هذا. لا. آمل أنك تستطيع السباحة، إذ يبدو أننا سنسقط في الماء. رباه، كان هذا وشيكا. سأعيدك إلى المحطة وأنزع هذا المحرك عنك. ماذا؟ جزر معلق؟ نعم، علينا إنزاله بسرعة. نادر، شرارة، بسرعة، علينا الذهاب إلى مبنى المحافظة في الحال. هيا بنا. حاضر سيدي. انتظروا، لا تتركوني هنا. شرارة عد إلى هنا. شرارة مسعفة. مسعفة، لما توقفتي؟ النجدة. فلفلة، ماذا تفعلين في الأعلى؟ أفكر كيف سأنزل. لا تقلقي، سيساعدك شرارة. لن يأتي، لقد ذهب في مهمة. مهلا، ماذا عن سراب؟ فكرة جيدة،
لا تقلقي يا فلفلة، سننزلك قريبا. ساهر بسرعة، نحن في حاجة إلى سراب. فلفلة عالقة على سطح محطة الإطفاء. هاي هنا سراب. شكرا يا ساهر، أنت منقذي. أعتقد أن هناك مشكلة أخرى عند مبنى المحافظة. مهلا، تقصدين أنها حالة طوارئ؟ أظن ذلك. حسنا، فلفلة، فلفلة اصعدي. فلفلة هيا، علينا إنقاذ جزر. فلفلة، أعتقد أنها لا تزال على سطح المحطة. على سطح المحطة؟ وماذا تفعل هناك؟ حسناً، كانت تنظفه استعداداً لحفلة فارعة يا دهشان. لا بأس، هيا يا نادر اصعد أنت. مستحيل، فأنا أخشى المرتفعات. أنا سأصعد. لا، لن تفعل، ففي هذا تجاوز لقواعد السلامة. نعم، ولكن من سينقذ جزر؟ فلفلة؟ أتحتاجون إلى مساعدة؟ اصبر قليلاً يا جزر. يا فلفلة، رائع. أعتقد أننا شهدنا ما يكفي من الإثارة في يوم واحد. لم ننتهي. ماذا تقصد؟ هل نسيتم أننا أعددنا حفلة مفاجئة لفارعة؟ ها، لقد أتت. لما يريدونني أن آتي إلى محطة الإطفاء؟ لا أعلم يا فارعة، لكن فارع قال إن الأمر هام. مفاجأة، نطمئن لك حفلة. لقد فاجأتموني بالفعل. صنعنا لك هدية أيضاً، إنه وشاح، نرجو أن يعجبك. إنه رائع، شكراً لكم، أشكركم من كل قلبي. أنت تستحقين أفضل.